الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد الدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. الله أكبر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب القبر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا. اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شر أنفسنا يا ولي الإسلام. وأهلنا ثبتنا به حتى ألقاك فيه يا ولي الإسلام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واهدنا وارزقنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تعنا. واعطنا ولا تحرمنا. وآثرنا ولا تؤثر علينا. وارضنا وارض عنا. وارضنا وارض عنا. وارضنا وارض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم
انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في الشام، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في الهند، اللهم انصر المسلمين في الهند، اللهم انصر المسلمين في الهند، اللهم سلمنا الإيمان، اللهم سلمنا الإيمان، اللهم سلمنا الإيمان، اللهم سلمنا الإيمان. اللهم سلمنا في العالمين، اللهم سلمنا الإيمان في العالمين، اللهم سلمنا الإيمان في الهند، اللهم سلمنا الإيمان في الهند، اللهم سلمنا الإيمان في الهند. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. مولائے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے، ہماری لغزشوں کو درگزر فرمائیے. پہلے مولا رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جانے میں انجانے میں، مولا جو غلطیاں کی ہیں، جو خطائیں کی ہیں، جو لغزشیں کی ہیں، پیارے مولا تمام کے تمام تیرے علم میں ہے، پیارے مولا تمام کے تمام تیرے علم میں ہے، پیارے مولا معاف فرما دیجئے، پیارے مولا آج معاف فرما دیجئے، مولا اب معاف فرما دیجئے، مولا اب معاف فرما دیجئے، اے مولا رحم کر دیجئے، اے مولا رحم کر دیجئے، مولا اگر آپ رحم نہ کریں گے تو کون رحم کرے گا، اے مولا آپ رحم نہ کریں گے تو کون رحم کرے گا، اے مولا پوری دنیا کے اندر مسلمان پیٹ رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے کہ کب مسلمانوں کا ایمان چھین لے، کب ایمان، کب مسلمانوں کا ایمان چھین لے، کب مسلمانوں کا ایمان اچک لے، کب ایمان، کب مسلمانوں کے ایمان کا سودا کر لے. اے مولا، اے مولا ہمارے اسلام، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے مولا اگر آپ راضی ہو جائے تو ایمان کی بھی حفاظت کر لیں گے، مگر آپ راضی نہیں ہے، اے مولا اگر راضی نہیں ہے تو راضی ہو جائیے، اگر معاف کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو بھی معاف کر دیجئے، اے مولا اگر معاف کرنے کا ارادہ نہیں بھی ہے تو معاف کر دیجئے، مولا اگر آپ معاف نہ کریں گے، اگر آپ رحم نہ کریں گے تو مولا کس کے پاس جائیں گے، تیرے ہی کمزور اور ناتواں بندے ہیں مولا، بہت کمزور ہے مولا، ہر اعتبار سے کمزور ہے مولا، ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہے مولا، اے مولا جسم و جسہ کے اعتبار سے بھی کمزور ہے مولا، اے مولا آج معاف کر دیجئے، اے مولا معاف کر دیجئے، اے مولا رحم فرمائیے، اے مولا کرم فرمائیے، فرمائیے مولا، اے مولا رحم فرمائیے، اے مولا کرم فرمائیے. اے مولا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ قحط سالی کے ایام میں مدینہ منورہ کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا تھا، اے مولا آپ نے بارش برسائی تھی، آپ نے ہریالی کو لوٹا دیا تھا، اے مولا ہم تو اتنے گندے ہیں کہ کس کا وسیلہ دے، اے مولا کس کا وسیلہ دے، اے مولا کوئی تو تیرا نیک بندہ اس روئے زمین پر ہوگا،
پیارے مولا جس سے آپ محبت کرتے ہوں گے اور آپ نے آسمان پر اعلان کیا ہوگا اے جبریل فلا بندے سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. جبریل نے آ کر فرشتوں کی جماعت سے کہا ہوگا کہ فلا بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں اور مجھے بھی حکم دیا ہے اور تم بھی فلا بندے سے محبت کرو. اے مولا وہ بندہ جس سے آپ محبت کرتے ہو جس سے جبریل امی محبت کرتے ہو پیارے مولا جس سے تمام فرشتے محبت کرتے ہو اے مولا اسی بندے کو وسیلہ بنا کر دعا مانگ رہے ہیں. اے مولا اسی بندے کو وسیلہ بنا کر دعا مانگ رہے ہیں. تمام امت پر رحم کر اے مولا تمام امت پر رحم کر ہم سب پر رحم کر تمام امت پر رحم کر. اے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما ان کے ایمان کی حفاظت فرما پیارے مولا ان کو استقامت نصیب فرما. اے مولا ان کی شہادتوں کو قبول فرما مولا ان کی شہادتوں کو قبول فرما جہاں جہاں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے تمام کی مغفرت فرما ہم سب کی مغفرت فرما. پیارے مولا ہندوستان کے اندر جتنے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کتنوں کو شہید کر دیا گیا ظلم پر ظلم ہو رہا ہے مولا کوئی بولنے والا نہیں مولا کوئی کہنے والا نہیں مولا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہم کمزور بنے اے مولا ہم کمزور بنے ایک بکری کے بچے کی طرح دب کے بیٹھے ہوئے ہیں. اے مولا کب ہماری باری آ جائی مولا مگر تیری رحمت سے مایوس نہ ہوئے مولا تیری رحمت سے مایوس نہ ہوئے اسی لیے تو تیرے دربار میں آئے ہیں اسی وجہ سے تو روزہ رکھے ہیں اے مولا اسی وجہ سے نماز پڑھی ہے. اے مولا ان نماز روزوں کو وسیلہ بنا کر دعا مانگ رہے ہیں اگر قبول کرنے کے لائق نہ بھی ہو مولا اس کو قبول فرما کر مولا اس کو قبول فرما کر اے مولا اس کو قبول فرما کر ہماری مغفرت کر دے. اے مولا ہماری مغفرت کر دے اے مولا ہمارے بڑوں کی مغفرت کر ہمارے چھوٹوں کی مغفرت کر. اے مولا مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما مساجدوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے مساجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مدارسوں کے اوپر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. اے مولا تیرے محبوب کا ایمان مٹایا جا رہا ہے تیرے محبوب کا لایا ہوا اسلام مٹایا جا رہا ہے. اے مولا ہمیں پتہ ہے کہ قیامت تک نہ مٹے گا مولا پتہ ہے قیامت تک نہ مٹے گا مگر رونا اس بات کا ہے کہ ہمارا ایمان باقی رہے گا یا نہیں. ہمارا ایمان باقی رہے گا اے مولا ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما کلمے والی موت نصیب فرما کلمے والی موت نصیب فرما. اے مولا تیرا خزانہ بہت بڑا ہے اے مولا اس خزانے میں سے ہماری مغفرت کر دے اس خزانے میں سے ہماری مغفرت کر دے. اے مولا اس خزانے میں سے ہماری مغفرت کر دے. اے مولا ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما اے مولا ہمارے مریضوں کو شفائے کلی عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا نصیب فرما. اے مولا جو پریشان حال ہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے مولا شرم شرمی میں چھپے بیٹھے ہوں گے مولا کسی نیک بندے کے آسرے میں بیٹھے ہوں گے اے مولا ان کی بھی مدد نصیب فرما اے مولا ان کی مدد عطا فرما اے مولا ان کی مدد کر. اے مولا جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی جائز حاجتوں کو جائز تمناؤں کو قبول فرما جو دعا سے کہنے سے رہ گئے شرم کے مارے نہ کہہ سکے تمام کی جائز حاجتوں کو جائز تمناؤں کو قبول فرما. اے مولا ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما بڑا احسان ہے مولا بڑا احسان ہے مولا مگر ہم ناقدرے ہیں ہم ناقدر کرنے والے ہیں ہم نے بہت ناقدری کی ہے ناراض ہونا تھا پھر بھی راضی رہتے ہیں گھر سے بھگال دینا تھا پھر بھی رکھے ہوئے ہیں تمام کی مغفرت کرنا بڑی ناز و نعمت سے پالا ہے مولا بڑی ناز و نعمت سے پال ہے مولا والدین کی مغفرت کر مولا جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے تمام کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو نور سے منور فرما
ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے مولا اے مولا اس رمضان کے اندر اور سال بھر میں مولا جتنی بھی نمازیں پڑھی ہے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہے تمام نمازوں کو قبول فرما, جتنی بھی قرآن کی تلاوتیں کی ہیں تمام تلاوتوں کو قبول فرما. اس رمضان کی ناقدری جو کی ہے مولا جیسا حق تا حق ادا نہ کر سکے, اے مولا جیسا حق تا حق ادا نہ کر سکے, جیسا قرآن پڑھنا تھا اور سنانا تھا نہ پڑھ سکے نہ سنا سکے, جیسا روزہ رکھنا تھا ویسا روزہ نہ رکھ سکے, جیسی نمازیں پڑھتی تھی ویسی نمازیں نہ پڑھ سکی. اے مولا مگر آپ قبول فرمانے والے ہیں, مولا آپ تھوڑے پر راضی ہونے والے ہیں, اے مولا آپ تھوڑے پر راضی ہونے والے ہیں. پیارے مولا پیارے مولا اس تھوڑے پر راضی ہو جائیے, تمام روزوں کو قبول فرمائیے. پیارے مولا تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرمائیے, امت مسلمہ کے روزوں کو قبول فرمائیے, نمازوں کو قبول فرمائیے, قرآن پاک کی تلاوت جو پڑھا گیا ہے ان تمام کو قبول فرمائیے. پیارے مولا جو تراویح سنائی گئی ہے اس تراویح کو بھی قبول فرمائیے. پیارے مولا اس تراویح کو بھی قبول فرمائیے. پیارے مولا جانے انجانے میں پڑھنے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں پیارے مولا آپ زیادہ جانتے ہیں. پیارے مولا ہم زیادہ آپ زیادہ جانتے ہیں, ہم تو کمزور ہیں. پیارے مولا ہم تو لا علم ہیں, ہم تو جاہل ہیں نادان ہیں. مارے مولا قبول فرما لینا, مولا قبول فرما لینا. پیارے مولا جیسا بھی پڑھا ہے قبول کر لینا, پیارے مولا جیسا بھی پڑھا ہے قبول کر لینا, پیارے مولا جیسا بھی پڑھا ہے قبول فرما لینا. اے مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا کرنا, جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کرنا. پیارے مولا مساجد اور مدارس اور خصوصاً پیارے مولا علماء کی حفاظت فرما, علماء حق کی حفاظت فرما. پیارے مولا جو ارتداد کی وبا پھیلی ہوئی ہے, مسلم لڑکیاں اپنی ایمان کا حقیر سے محبت کے لیے سودا کر رہی ہے, پیارے مولا ان کو سمجھ عطا فرما. اے مولا ان کو سمجھ عطا فرما, ان کو اس بات کا احساس دلا دے کہ آپ ناراض ہیں. اے مولا آپ ناراض ہو جائیں گے, پیارے مولا آپ پکڑ کر جہنم میں دھکیل دیں گے, کوئی بولنے والا نہیں کوئی روکنے والا نہیں. اے مولا ان کو اس بات کا احساس دلا دے. پیارے مولا تمام عالم کی مسلم لڑکیوں کی ایمان کی حفاظت فرما, خصوصاً ہندوستان کی مسلمان لڑکیوں ماؤں بہنوں کی ایمان کی حفاظت فرما. پیارے مولا ان کے ایمان کی حفاظت فرما, ان کو علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. پیارے مولا جو علم سے نا بلد ہے جو علم سے نا واقف ہے ان تمام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما, ان تمام کو علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. پیارے مولا ان تمام کو علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرما. پیارے مولا علماء کی حفاظت فرما, ان کی عمروں کو دراز فرما, ان کے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. پیارے مولا جو ابھی علماء کا انتقال ہوا ہے ان تمام کی مغفرت فرما, ان کے بڑے احسانات تھے ان کے بڑے احسانات تھے لیکن ہم ان کا حق ادا نہ کر سے, ان تمام کی مغفرت فرما. ابھی جلد ہی ماضی قریب میں مولانا رابع حسن ندوی کا انتقال ہوا, اے مولا ان کی قبر کو نور سے منور فرما, ان کی مغفرت فرما. پیارے مولا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. پیارے مولا ہم سب کا جنت الفردوس میں عالم نقام نصیب فرما, ہم سب کی مغفرت فرما. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما, مولا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. پیارے مولا میدان محشر کی رسوائی سے بچا لے, پیارے مولا بہت سنگین رسوائی ہے. پیارے مولا حدیث میں پڑھا ہے کہ بندہ یہ طلب کرے گا کہ جہنم میں ڈال دیا جائے, مٹی بنا دیا جائے, آگ میں ڈال دیا جائے, بس اس میدان محشر کی رسوائی سے بچا لے. پیارے مولا ہم سب کو بچا لے. پیارے مولا بہت گندے ہیں, پیارے مولا ہمارے عیبوں کو آپ نے ستاریت کا معاملہ فرما کے رکھا ہے, پیارے مولا ان عیبوں کو چھپائے رکھنا. اے مولا دنیا اور آخرت دونوں جگہ چھپائے رکھنا. پیارے مولا پردے کے پیچھے سے جہنم سے بچا لینا اور جنت میں داخلہ نصیب فرما. پیارے مولا نیکوکاروں کی صحبت نصیب فرما, پیارے مولا نیکوکاروں کی صحبت نصیب فرما. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة, اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. مولا جو کچھ مانگا ہے اس کو اپنے محبوب کے صدقے طفیل قبول فرما. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنی بھی خیر کی دعائیں کی ہیں ان
تمام میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جتنے بھی شرور و فتن تھے پناہ چاہی ہے ان تمام و شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، پیارے مولا اس دعا کو قبول فرما، پیارے مولا قبول فرما، پیارے مولا قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تمام حضرات نماز کے بعد اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہیں، انشاءاللہ تبرک تقسیم ہوگا.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. میرے بہت ہی محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اسے مالک الملوک کی توفیق سے حالت نماز میں اس کے کلام مقدس کی تکمیل کی اس نے توفیق عطا فرمائی. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. اب یہ پورا جو نظم ہے نماز تراویح کا اور خصوصی انتظام جو رمضان میں ہوتا ہے، اس کے تعلق سے کچھ اخراجات ہوتے ہیں، ضروری ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کو عرض کر دوں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جتنے حضرات مسجد کی خدمت میں الحمدللہ لگے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے دو امام ہیں، دو مؤذن ہیں، اور ایک صاحب الیکٹرک کے نگراں ہیں، ایک صاحب ہاسٹل کے نگراں ہیں، اور ایک صاحب اکاؤنٹس کا کام کرتے ہیں. اس طرح یہ سات افراد ہیں جو بیچارے مسجد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. مسجد کی طرف سے جو کچھ دیا جاتا ہے، صحیح یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف سے دیا جاتا ہے. تو میں بجائے یہ کہنے کہ مسجد کی طرف سے دیا گیا، آپ مسلیان کی طرف سے ان خدام مسجد کو ایک کام تو یہ کیا جاتا ہے کہ جتنی ان کی تنخواہ ہے رمضان میں، اس تنخواہ کو ان کو ایک مزید تنخواہ دے دی جاتی ہے، اس کو ہدیہ رمضان آپ کہہ سکتے ہیں. جتنی ان کی تنخواہ ہوتی ہے اتنی ہی مزید رقم دی جاتی ہے ہدیہ رمضان کے نام پر. اور پھر ہمارے ساتھ کے ساتھ جو افراد ہیں، ان کو کپڑے کے لیے ہر شخص کو 3,000 روپے دیا گیا، اس کی مجموعی رقم 21,000 ہے. جو تنخواہ کے مد میں دیا گیا وہ 59,500 روپیہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ امام تراویح کو آپ حضرات کی طرف سے 30,000 روپے کا مزید نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے. صحیح یہ ہے کہ ہمارے آئمہ کی جو خدمات ہیں اس کا اجر اور اس کا بدلہ تو اللہ ہی اپنی شان کے مطابق دے گا. یہ ہمارے جیسے آپ جیسے لوگ مل کے یہ کہہ لیجئے کہ جو کچھ کا کم سے کم کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے. اس طرح رمضان کے نام پر جو خرچ ہوا ہے، تنخواہ جو دی گئی 59,500 روپیہ، 21,000 کپڑے کا ہے، 30,000 روپیہ حضرت محترم کو نذرانہ تراویح ہے، اس طرح پورا خرچ جو ہوا ہے وہ 110,500 روپیہ ہے. 110,500. اور آپ جانتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ہمارے ہاں شب قدر کا الگ سے چندہ نہیں کیا جاتا، مسجد کے تحویل سے یہ سب کچھ دیا گیا ہے. شب قدر میں بھی آپ ہی دیں گے اور مسجد میں جمعے میں بھی آپ ہی دیتے ہیں، سب آپ کے تعاون سے ہوتا ہے. اللہ آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے. دوسرا ہمارا طریقہ یہ ہے الحمدللہ، اور آپ بھی اس سے انشاءاللہ اتفاق ہی کریں گے، نا اتفاقی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کہ یہ ہدیے تحفے ہم 29 تاریخ سے 27 تاریخ تک اس کو ملتوی نہیں رکھتے، بلکہ رمضان کے شروع میں بھی ہی ہم اس کو دے دیتے ہیں. لیکن میں اور آپ تو اپنی رمضان کی تیاری کریں، اور ہمارا امام اور مؤذن جو ہے وہ بیچارہ انتظار کرتا رہے 29 اور 27 کو، جب دور پورا ہوگا، جب مجھے ملے گا، جب مارکیٹ میں کچھ نہیں بچے گا اس وقت ہمارا مؤذن امام جائے گا. یہ کیسی سوچ ہے؟ اس کے لیے الحمدللہ ہم پچھلے کئی شروع میں یہ سارے ہدیے، نذرانے، کپڑے لتے کے پیسے جو ہیں ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، تاکہ وہ انتہائی آسانی کے ساتھ رمضان کے اخراجات کو برداشت کر سکیں.